ناجي ابراهيم محمد، مدير عام منطقه تعمير شمال سيناء. طبعا بنهني الشعب المصري كله والقياده السياسيه واهل سيناء بعيد تحرير سيناء بذكرى 39 لعيد تحرير سيناء، وطبعا في جهاز تعمير سيناء في كل مناسبه سعيده لاهالينا بنقدم بشرى جميله وافتتاح مشروع جديد، وفي لسه عندنا الجديد والجديد. بالنسبه للسنه دي الحمد لله افتتحنا امبارح ال 19 عماره يوم 24 ابريل في المساعيد 380 وحده، كملت التشطيب واستتم تسليمها باذن الله قبل العيد ان شاء الله. برضو النهارده فتحنا المركز التكنولوجي لنواكب الثوره التكنولوجيه الكبيره اللي سياده الرئيس عاملها في المنظومه في العاصمه الاداريه الجديده والتحول الرقمي بالكامل. فانشانا المبنى التكنولوجي، مبنى على مسطح 250 متر ثلاث ادوار، مدروم وارض واول، كامل التشطيب بالكامل، وان شاء الله وتكلفته 7.2 مليون، وباذن الله بنوعد الشعب المصري في كل مناسبه سعيده ان هيكون في جديد وجديد من جهاز تعمير سيناء لابناء شمال سيناء ووسط سيناء باذن الله. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الذكرى السعيده عيد تحرير سيناء الذكرى 39. العاشر من رمضان وعيد مصور في العاشر من رمضان عامل شريده قوم من 25 وضع الفرق بتاعنا في الحكومه 140 متر جميل. المخاطر فيها طبعا احنا كلنا سعداء بإعادة افتتاح مطحن الكرام. المطحن ده كان موجود قبل الأعمال الإرهابية وكان بينتج احتياجات محافظة شمال سيناء. هو المطحن طاقته الطاقة بتاعته 250 طن، ولكن هو بينتج يومي حاليا ممكن لو اشتغل 90 طن طبقا للحصة المقررة من وزارة التموين. احنا طبعا هنحاول ان مع بالتنسيق مع السيد وزير التموين ان يبقى المطحن يقضي مدينة العريش ويقضي محافظة شمال سيناء كلها، ونستوعب ال 250 طن اللي هم الطاقة الانتاجية بتاعة المطحن. انا بهني السادة اصحاب المطحن، وان شاء الله المطحن يستمر واحنا على طول وراهم في ظهرهم، بحيث ان احنا يبقى عندنا الاحتياط الاستراتيجي من الدقيق. وهو على فكرة المطحن بينتج او الرخصة اللي بتاعته بينتج دقيق 82% اللي هو بيستخدم في التموين والمستودعات.